ثمانية ضباط من رتب رفيعة المستوى دعت عليهم النيابة العامة وقاد التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرة بموجب قانون الإثراء غير المشروع. والضباط الثمانية هم قائد الجيش السابق جون أهوجي، مدير المخابرات السابق العميد كميل ظاهر، مدير المخابرات السابق العميد إدمون فاضل، رئيس فرع مخابرات بيروت العميد السابق جورج خميس، رئيس فرع مخابرات الشمال العميد عامر الحسن، مدير مكتب قائد الجيش السابق العميد محمد الحسيني، الرائد المتقاعد في الأمن العام أحمد الجمل، اللواء الركن عبد الرحمن شحيتلي. الادعاء على الضباط جاء بناء على إخبار وملف كان قد تقدم به المحامي وديع عقل. بتلاقى اتصال من القاضي فادي عائيه بيدعيني فيه، ورحت لعنده باثنين تشرين الأول، أعطيت إفادة، سلمت مستندات تخص قائد الجيش جان أهوجي وتتعلق بإسراء غير مشروع واضح جدا، وأعطيت تفاصيل قانونية أيضا بإفادتي تجاه هذه الواقعة اللي بملكها. الرئيس فادي عقيقي مشكور، فتح تحقيق كبير وتوسع كتير بالتحقيق، ومعلوماتي بتقول أنه هالثمان ضباط هولي اللي هن مثل ما حضرتك بتعرف هن يشكلوا كانوا الصف الأول في ضباط القوى العسكرية في لبنان. نجاب ملفات كاملة لألون تكونت لعائلاتهم، شركات، عقارات، وكذلك تم طلب حركة أموالهم ورفع السرية المصرفية ولا يتبين شو عندهم زمة مالية بالمصارف. بناء على ما تقدم من معلومات ومستندات عقارية وتجارية، حصل الادعاء على الضباط الثمانية حتى قبل الوصول إلى حركة أموالهم. للأسف أنه رياض سلامة بوصفه رئيس هيئة التحقيق الخاصة، ومرة جديدة هيك المرة عم بيكررها، ما بيعطي المعلومات، بيتحجج أنه القانون الإسراء غير المشروع بطبعته الجديدة صار يعطي صلاحية لمدعي عام الاستئنافي. وبالفعل القاضي غسان عويدات نقل الملف على بيروت، ولكن كان دجال الملف مكتمل ناحية العقارات والشركات وغيرهم، فإجا الادعاء بشكل سريع جدا من مدعي عام بيروت، وصار الملف عند قاضي التحقيق الأول ببيروت. الادعاء جاء بناء على المادة 11 من قانون الإثراء غير المشروع. المادة 11 من قانون الإثراء غير المشروع هي الأساسية، ولكن ينطبق قانون الإثراء غير المشروع، وهلأ بالتحقيقات مفترض يبين كمان جرائم تبييض الأموال. يعني نحن حتصير مثل بولدوناج بموضوع القوانين، لذلك هلأ في تعويل كبير على قاضي التحقيق الأول ببيروت شربل أبو سمرة، مش بس انه يشوف شو هو ورقة الطلب والادعاء، لا، يتوسع بالتحقيقات، وحتما حتما نحن نحتاج كل الوثائق المالية يلي مفترض يوديها رياض سلامة. قيادة عسكرية كاملة باتت تحت مجهر القضاء، وتعقد الجلسة الأولى يوم الأربعاء المقبل، فهل يمثل العسكر أمام القضاة؟ آدم شمس الدين، قناة الجديد.